مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هكذا التواصل يستمر تاسع اشواطي هذا الصباح والخاص بالحول مسافتنا المقررة هنا ايضا 8 كيلومترات. نسير على بركة الله وننطلق مع هذه الاسماء، السيارة شفرليت تاهو اشتيشن مقدمة للفائز بالمركز الاول. تهانينا والناموس للجميع على الفوز والانتصار. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هكذا التواصل يستمر، هكذا الانطلاق ايضا ياتي على ارضية هذا الميدان. نسير مباشرة لنتعرف مع ايضا ملامح على المركز الاول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، محفوظ بن خميس بن علي الينيبي يتواجد في عملية التضمير والتدريب، بينما انتقل مباشرة الى المركز الثاني الوصول من الزود لسمو الشيخ سلطان بن زايد وسلطان ال نهيان. يتواجد احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير والتدريب، بينما نقل مباشرة الى ايضا القادمة في هذه اللحظات. مشاهدين الاعزاء الوارية وصلت ايضا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهاجري في عملية التضمير والتدريب. المنتشي من يتقدم هنا ياخذ المركز الثالث، بينما نقله مباشرة الى روعة من هجن الرياسة. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم هذا الاسم مع روعة، ولكن تدخلات من عمق الميدان تواصلي من خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد احمد بن سلطان بن رشيد ايضا السويدي في عملية التضمير والتدريب. هذه هي النتيجة للخمس المراكز الاولى. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، عشاق الاصالة، متابعي قناة الريان الفضائية، العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى ملامح على المركز الاول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان. يتواجد محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني ايضا الزود على ثاني المراكز لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد وسلطان ال نهيان. يتواجد ايضا الجنتلمان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من قدم العديد من الاسماء هنا يشارك في هذا الصباح في سن الحول، ولكن التدخلات هنا على المركز الثالث. الواريه صلت الواريه على المركز الثالث لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد مطر بن سيف بن لاحج الهاجري، وهنا نقله مباشره الى خيال اللي خذت بساط المركز الرابع. ياتي شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد على المركز الرابع، ولكن الدخول وصلت في هذه اللحظات الهده من هجن الرياسه، اول نداء للهده. يتواجد ايضا عيسى بن سعيد الخيالي وصل ابو سلطان، احد شبابنا المضمرين بالفعل، من يعرف ايضا هنا المتابعه في سن الكبار، ايضا واحد من الاسماء القويه في عالم سباقات الهجن في مجال التضمير. يتواجد ليقدم الهده في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسه. مشاهدينا متابعين الكرام، هكذا النتيجه، هكذا الاسماء القويه. التغييرات ايضا بدات تجرى وتطرى في هذا الشوط، ولكن اعود الى ملامح على المركز الاول، ملامح لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان. يتواجد ايضا محفوظ بن خميس الينيبي ابو ناصر يسير ليقدم هذا الاداء الكبير والتحديات المثيره. الزود على المركز الثاني، وهي في زود، الزود تاتي على المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد وسلطان ال نهيان. يتواجد احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يسير هنا ابو خليفه، احد شبابنا المضمرين بالفعل، من يرافق دائما هذا الشعار بالانجازات الكبيره والتحديات المثيره. ايضا سجل اكثر من 10 نقاط في هذا المهرجان، يقدم هذا الاسم الكبير، بينما التحديات هنا على المركز الثالث
الوصول من الوارية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف الله حج الهاجري في عملية التضمير والتدريب. روعة تاتي على المركز الرابع، يقدمها البروفيسور من هجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الله وصلت الاسماء، وصلوا الكبار. هنا ايضا خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد ايضا احمد بن سلطان بن رشيد. من يقدم هذا ايضا الاسم الكبير، يقدم هذه الشعارات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. الخمس المراكز الاولى المتقدمه ما شاء الله، التغييرات هنا جرت وطرت على الصداره. ايضا هناك الزود اسماء قادمه ايضا، بعد ايضا مشاهدينا الاعزاء ما شاء الله، بعد ايضا هنا بعد الخمس المراكز الاولى اراها بالعين المجرده هنا من عربه النقل. ولكن الله 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 التنافس القوي والتحدي المثير هنا. الزود على المركز الاول، الزود على الصدارة، الزود على المركز الاول. ياتي شعار سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ليتواجد ابو خليفة احمد بن غلبان بن صايغ المزروعي يقدم هذا الاسم الكبير. بينما روعة على المركز الثاني تاتي ايضا بروعتها وبجمالها هنا. روعة تاتي لهجن الرياسة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، ليتواجد البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم هذا الاسم الكبير، يقدم هذا الاسم الخطير. المركز الثالث، ملامح المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آلي نيبي الزعيم العيناوي، يتواجد ايضا في عملية التضمير والتدريب. خيال على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، احمد ايضا بن سلطان بن رشيد يتواجد في عملية التضمير والتدريب. ولكن المركز الخامس، وصلت الوارية في المركز الخامس، يتواجد شعار سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف اللاحق الهاجري. هنا ياتي ليقدم هذا الاسم مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. هكذا النتيجة، هكذا الخمس المراكز الاولى، هكذا الانطلاق القوي، هكذا التحديات المثيرة والاسماء القادمة. بدأنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام نصل الى ايضا الدقيقة 8:30 من مساري هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا الزود، الزود الزود على الصدارة على المركز الاول. ايضا تحمل هذا الشعار الغالي بالفعل، شعار سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان، يتواجد احمد بن خلفان بن صايغ المزروع الجنتلمان. من يقود الزود؟ وصلت الاسماء، بدأت تقترب من المناطق الخلفية لتاتي بالفوز والانتصار. مؤسسة هجن الرياسة تقدم روعة بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ياتي هنا مشاهدينا الاعزاء على المركز الثاني، المركز الثالث، ملامح في المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يتواجد هنا ايضا محفوظ بن خميس النبي. بينما المركز الرابع وصلت ثمينة. الله يا ثمينة، هذا الاسم الاسطوري الكبير والعملاق. الله 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 الله، شعاري سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد يتواجد. ولكن شوفوا من القادمة، ملامح من هجن سعبيل. هنا ايضا المملوكة لسيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، فمرحبا بهذا الحضور الميمون. هنا ايضا من يتواجد ايضا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد
الصيد المكتوم. من يتابع ملامح في هذا الشوط بقيادة المضمر؟ هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، راشد بن محمد بن مراشد المتألق دائما وأبدا. هكذا النتيجة، أحلوت المنافسة، بدأت الشعارات، بدأت الانطلاقات الكبيرة والتحديات المثيرة، ولكن الزود على الصدارة، الزود على المركز الأول، الزود لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان. يتواجد الجنتلمان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. يا سلام، الله 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 الله، 1500 متر، روعة يا روعة، روعة بقيادة البروفيسور لهجن الرياسة. يتواجد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ثمينة وصلت، الاسم الاسطوري وصل، ثمينة هنا تأتي لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد احمد بن خلفان ايضا، او احمد بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام، هناك احمد بن سلطان السويدي الخطير الخطير الخطير. يا سلام، ولكن هنا الوجبة، هجن الشحانية، العملاق تدخل، العملاق بدأ ايضا يظهر في الكيلو الاخير، عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت ملامه من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد وسعيد بن مراشد. دخلنا الكيلو متر الاخير، هناك مشاهدين الاعزاء، الزود على الصدارة، الزود على المركز الاول، الزود من تاتي بشعار سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان. احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي يسير، يسير الى الصدارة. الوجبة 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 ايضا تنطلق على المركز الثاني من هجن الشحانية، العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ملامح ايضا هنا مشاهدين الاعزاء، ملامح من هجن زعبيل. وصلت هجن العاصفة، وصلت العين من هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ولكن اعود الى الزود، الزود الزود على المركز الاول. روح يا ابو خليفة، ال 400 متر الاخيرة، جولة الاوامر النهائية. الزود 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 ايضا تبغى ترسل السلامات هناك الى قصر ناهل، الى ايضا السويحان. سلام للزود، سلام قادم العين من هجن ايضا العاصفة بقوة ايضا قادمة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن الزود على الصدارة، الزود على الصدارة. تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان. تهانينا لمالك هجن الامارات في عالم المزاينات. يتواجد هنا المركز الاول، المركز الثاني العين من هجن العاصفة، المركز الثالث الوجبة من هجن الشحانية، المركز الرابع. وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء اشواق لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النيان. المركز الخامس تدخلت ايضا اللي هي عدود من هجن الشحانية. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام، منافسة قوية، أداء رائع، نجومية كبيرة، ولكن الزود هي من استطاعت أن تحسم أموري هذا الشوط. تهانينا من الأعماق هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على هذا الفوز والانتصار. تهانينا لي أيضا سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان. تهانينا لأحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. أيضا تحية لي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان واحمد بن خلفان الصايغ المزروعي من حمد بن حمرور على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، العوده بالتوقيت الزمني لحظات الوصول 12 دقيقه 52 ثانيه، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا ايضا هناك الى ايضا مدينه التراث، مدينه سويحان. تهانينا لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان. تهانينا للجنتلمان احمد بن خلفان الصايغ المزروعي. بينما المركز الثاني 12 دقيقة 57 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة على حصول العين على المركز الثاني. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي المركز الثالث 12 دقيقة 59 ثانية، وفانا تماما وكمالا. الوجبة من هجن الشحانية. تهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا على فوز العين، على فوز الوجبة بالمركز الثالث. هكذا النتيجة.